طرق الحماية من البرمجيات الخبيثة. أولاً، تثبيت برامج مكافحة الفيروسات كمان على الهاتف، بما أنه الهواتف الذكية هي أساساً أجهزة حواسيب صغيرة يلي تسع في الجيبة، وبما أنه أغلبنا بنستخدم هاي الهواتف قد ما بنستخدم أجهزة الحاسوب المحمول أو الحاسوب المكتبي إذا مش أكتر طبعاً، فهي أيضاً بتكون عرضة للبرمجيات الخبيثة. عشان هيك من المنطقي تماماً أنه نحمي هواتفنا كمان من هجمات البرمجيات الخبيثة اللي محتملة، بالإضافة طبعاً لحماية أجهزة الحواسيب الخاصة فيكم. ثانياً، تنزيل أو تحميل التطبيقات من المواقع الموثوق منها فقط عشان نحد من خطر الإصابة بالبرمجيات الخبيثة. قوموا بتنزيل أو تحميل التطبيقات أو البرامج أو ملفات الوسائط من المواقع الموثوق منها فقط. الأفضل استعمال متجر جوجل لأجهزة الأندرويد أو متجر أبل لأجهزة الآيفون. تذكروا إنه ما تحملوا الملفات أو التطبيقات من مواقع مش مألوفة أو غير موثوق منها. إذا صار هذا الإشي على الأغلب رح يزيد احتمال تنزيل برمجيات الخبيثة عن غير قصد ومن دون ما تعرفوا. ثالثاً، التحقق من بيانات المطور. البرمجيات الخبيثة أحياناً ممكن تتسلل من الشبكة وتوصل لمواقع معروفة واللي منفكر إنه هي موثوق منها. عشان هيك إضافة على كل اللي بتعملوه اطلعوا دايماً على تفاصيل المطور. الإشي بيكون موجود بالعادي بوصف معلومات البرنامج أو التطبيق. هل المطور معروف أم لا؟ غير متوقع أنه تعرفوا كل المطورين، لكن مفضل أنه تعملوا بحث بسيط بجوجل مثلاً وتشوفوا اسم المطور وتفحصوا إذا بيطلع أي نوع من إشي أو معلومة يلي ممكن تثير الشبهات. رابعاً، قراءة تعليقات المستخدمين. تأكدوا دايماً من قراءة تعليقات المستخدمين عن أي برنامج أو تطبيق يلي عم بتفكروا إنه تحملوه وتثبتوه في جهازكم. هل التعليقات مبينة إنها مشروعة، إنها حقيقية؟ أحياناً المتسللين بيحاولوا يكتبوا تطبيقات جيدة عن برنامجهن يلي هو خبيث عشان يحاولوا يستدرجوا المستخدمين إنه يحملوه. مهم جداً تكونوا دقيقين وتتحققوا كتير كتير منيح من أي إشي اللي ممكن يبين مشبوه. على الأغلب إذا هذا التطبيق أو البرنامج في تعليقات المستخدمين عليه ما حصل غير على المدح، معناه لازم تشكوا في أمره. عادةً التطبيق أو البرنامج لازم يكون عنده أو متوقع يكون عنده مزيج من التعليقات اللي جزء منها بتبرز مزاياه وجزء آخر بتبرز عيوبه برضه. خامساً، الاطلاع على عدد عمليات التنزيل أو التحميل تبعت التطبيق. من الغريب إنه يكون عدد تحميلات تطبيقات المصابة بالبرمجيات الخبيثة واصل للألاف أو الملايين. هذا ممكن لكن غريب، احتمال انه تكون التطبيقات اللي تم تنزيلها ملايين المرات تحتوي على برامج ضارة هو قليل، فمن هاي الناحية ما في حاجة انه تقلقوا. سادسا، التحقق من الاذونات المطلوبة. دايما القوا نظرة على الاذونات اللي بيطلبها منك التطبيق او البرنامج اللي بدكوا تحملوه. هل مبين على هاي الاذونات المطلوبة منطقية؟ هل اللي تم طلبه هو ضروري لتشغيل التطبيق أو البرنامج؟ دايماً احذروا وما تنزلوا أو تحملوا أي تطبيق يلي بيطلب أكتر من اللازم أذونات، بهاي الحالة بيكون مشبوه. سابعاً، عدم النقر على روابط ما تم التحقق منها. تجنبوا النقر على روابط يلي ما تم التحقق منها وبتوصلكوا في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل العشوائية أحياناً أو على مواقع الإنترنت يلي ممكن تكون مشبوهة. النقر على هاي الروابط المصابة على الأغلب ممكن يبدأ في تنزيل برامج ضارة على جهازكم. ذكروا كمان إنه البنك المصرف مش راح ولا مرة يطلب منكم انه توفروا اسم مستخدم او كلمة مرور عن طريق رسالة بريد الكتروني. اذا تلقيتوا رسالة بريد الكتروني اللي بتطلب منكم هذا الشيء ابدا ما تنقروا عليها وما تدخلوا على هذا الرابط.